بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب في هذه الظهيرة صل على محمد وعلى آل محمد يا الله، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله يا أبنائي الطلاب، قبل أسبوع تقريبا من الامتحانات النهائية، وهذه مسألة فاينل، وهي من النوع التي لا أحبها لأنها طويلة وتخطئون كثير منكم في تفاصيل المفروض ما تغلطون فيها، وبالتالي يصير التصحيح علي مثل الجبال، ولكن بعض الزملاء يضعونها، وأيضا أنا أحيانا أحطها إذا شفت عندي دفعة جيدة. فامشوا نشوف مثل هذه المسألة الجميلة. المسألة هذه كما ترون هي تكس تشينجر، لكن المرة هذه من النوع اللي فيه ميكسينج، أوكي، اللي يختلط فيه الستريم الأول مع الستريم الثاني ويطلع لنا إيش، ون سنجل ستريم، ليس كالنوع الأول اللي ما فيه ميكسينج. فيقول لك عندك هيت اكسشينجر الآن يدخله ليكويد ووتر عند 15 مئوي وسوبر هيتد ستيم عند 150 مئوي. طبعا هو ما قال لي سوبر هيتد، لكن لازم أتأكد أنا وياكم في الحل الآن، فكتبت أنا سوبر هيتد. ويخرج الووتر هنا بكم؟ ب 80 درجة مئوية، والضغط حق المداخل والمخرج 200 كيلو باسكال زي ما هو قدامكم. فيسألك عدة مسائل، لكن قبل ذلك قال لك أنه الهيت اكسشينجر هذا ما هو معزول، شكله قديم وبالتالي فيه ليكج للهيت ترانسفير برا، مقداره 1200 كيلو جول بير مينت، اللي هي أنا حسبتها تطلع 20 كيلو وات، قسمتها على 60 مباشرة عشان بس ما تضيعون وقت. مثلا لو أنا معكم في الامتحان، يعني بقول كاستفتاح امشوا إيش نفكس الستيتس كلها، ويفكس إفري ستيت، نثبت كل حالة. هذا هو التي في دياجرام، وهذه هي الدويم قدامكم، وأحط الضغط اللي هو 200 كيلو باسكال، لأن كل الستيتس 1 و2 و3 at 200 كيلو باسكال. المدخل يا بني الطلاب عند 15 درجة مئوية، which is much less than the saturation temperature حق المئتين، فأنا definitely في الكمبرست ريجون، وأعطيها ستيت 1. وبما أن الضغط 0.2 ميجا باسكال، هذا much below المدى أو الرينج الخاص بالكمبرست ليكويد تيبلز حق الموية، وبالتالي أعرف أني لازم أطبق الساتوريتد ليكويد أبروكسيميشن، فأقرأ كل البروبرتيز كما لو كانت ساتوريتد ليكويد ستيت اللي هي 1F. ثم ستيت 2 قال لي 150 درجة مئوية، أنا أعرف أن 150 درجة مئوية من خلال الجداول أعلى من الساتوريشن تمبريتشر أوف ذا 200 كيلو باسكال بريشر، وبالتالي سيكون التقاطع في السوبر هيتد ستيم، وأقدر أجيب الداتا بكل يسر وسهولة. بقي لدينا الاكزيت هنا، الاكزيت 800 مئوي اقل من الساتوريشن تمبريتشر، اوكي، معناته انه الاكزيت برضه يخرج على شكل كومبرست ليكويد، وبما ان الضغط ايضا اقل من 0.2 ميجا باسكال فهو خارج نطاق الكومبرست ليكويد تيبلز، فغصبا عني لازم استخدم ايضا الساتوريتد ليكويد ابروكسيميشن، فاقرا كل الداتا عند ستيت 3 كما لو كانت ايش ساتوريتد ليكويد ديتا عند 80 درجة مئوية. يعني مجرد هذا الرسم يعتبر مفتاح جدا رائع للمسألة. وفي عام 2022 مثل هذا الرسم يا شباب الأجيال الجديدة، والله الذي لا إله إلا هو، إني ابتليت بدفعتين وراء بعض بعد كورونا، لا يعرفون كيف يرسمون هذه الرسمة معظمهم حتى قبل الامتحان النهائي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب إذن اللي يحصل هنا أنه الووتر اللي هو عند 1 يسخن من 15 مئوي إلى أن يصل إلى 80، والستيم اللي عند 150 مئوي زي ما أنتم شايفين يبرد لحد ما يصير إيش عند 80 مئوي. اللي أنا أعرف أن الماس فلوريت هو قل لي هنا حقة المدخل حقة الووتر هذا at state 1 4.3 كيلو جرام بير سكند، فأسجلها. وقال لي أوجد الماس فلو ريت أوف ذا سوبر هيتد ستيم، يعني يبغى الام دوت 2. طيب بسم الله على بركة الله، إيش أسوي؟ والله أبدأ كبداية طبيعية، أبلاي ماس بالانس أوفر ذا تشامبر الآن.
فحطبق القانون العام هذا، مجموع معدل الماسز التي تدخل ماينص مجموع الماسز التي تخرج حساوي معدل تغير الماس جوا الكنترول فوليوم، وهذه ستيدي ستيت ديفايس لا يتراكم فيها الماء ولا يتناقص، وبالتالي الحد هذا بزيرو. وأقدر أقول أنه M.1 زائد M.2 حيساوي M.3، ولو بديت يا ولدي على طول بالمعادلة هذه ما عندك مشكلة. طيب حطها على جنب، M1 بنعرفها لكن M.2 ما لا نعرفه هي اللي يبغاها ولا نعرف M.3. أروح عندي تول أخرى اللي هي الانرجي بالانس، أسوي انرجي بالانس أوفر الشامبر، وهذه هي المعادلة الطاقة حفظ الطاقة. عندي Q دوت حتكون خارجة من السيستم، الورك لا يوجد ورك في المبادلات الحرارية، عندي M.1 H1 تدخل و M.2 H2 تدخل أيضا بلس ساين، بينما M.3 H3 هي تخرج، فالإشارات سليمة. طيب خلينا نشوف الآن do we know everything. الآن Q دوت معروفة 20 كيلو وات، M.1 هي معروفة بحط عليها صح، H1 أقدر أحط عليها صح لأنها بقدر أقرأها هنا، M.2 مجهولة لكن H2 معروفة at state 2، و M.3 أو H3 هنا معروفة، و M.3 معروفة من فين؟ من هنا أقدر أبدأ أشيل M.3 وحط بدلها M.1 زائد M.2. امشوا نعوض يا شباب، اهو M.3 اصبحت M.1 زائد M.2، M.1 ب 4.3 وبقية الديتا معروفة، بينما M.2 و M.2 هنا اقدر اجمعها in a common factor. امشوا يا شباب الان اخذ M.1 كعامل مشترك هنا، فيصير عندي Q. زائد M.1 H1 minus H3، هذه هي، جميل جدا. وبالنسبة للM.2 أخذها عامل مشترك الآن، ويصير عندي H2 هنا ماينس H3، جميل جدا. أخلي هذه هنا وأنقل الحدين هذولا على اليمين، أوكي، نقلت الQ دوت فأصبحت الماينس Q دوت، ونقلت هذه فأصبحت ماينس M.1 في H1 ماينس H3، وقسمت على H2 ماينس H3، جاهز الآن أجيبها. الآن أباك تدخل للجداول وتجيب لي الداتا. حنروح عند State 1 اللي هي 15 مئوي، ونقراها as a saturated liquid approximation. أقرأ الH1 كما لو كانت saturated liquid enthalpy at 15 degrees، تطلع لي القيمة هذه، وأيضا أجيب الانتروبي هنا يطلع لك 0.2245 كيلو جول بير كيلو جرام كالفن. بالنسبة لستيت 2 سهلة لأنها سوبر هيتد، فأروح إلى السوبر هيتد تيبلز وأقرأ H2 وأقرأ S2 سهلة جدا. ستيت 3 كومبرست ليكويد ريجن لكنها خارج النطاق، فأستخدم الساتوريتد ليكويد أبروكسيميشن وأقرأ H3 كما لو كانت HF عند 80 مئوي، وأقرأ الS3 كما لو كانت SF عند 80 مئوي، هذه هي موجودة. والآن أعوض الداتا كلها في المعادلة هذه، أهو لاحظ الآن أن الQ هنا قدامها ماينس بطبيعة المعادلة، فلما جيت أعوض العشرين عوضت بماينس لأنها إيش؟ Out of the system. هذه أحد مصادر الخطأ عند بعض الطلاب في الفاينل. والM.1 ب 4.3، H1 H3 موجودة هي، و H2 H3 هي موجودة، تطلع لك الM.2 الآن ب 0.489 كيلو جرام بير سكند. الحمد لله، يعني إلى الآن الحمد لله هذه عليها تقريبا 17 درجة لحد الآن. بعدين سألك السؤال التالي اللي هو حق الشابتر هذا، أوجد الريت في انتروبي جينيريشن ديورينج ذس ميكسينج بروسيس. طبعا هو في المسألة قال لك إن الهيت سكيبز للسراوندينج التي تتواجد عند 293 كالفن، أوكي، ولم يقول لك ان الباوندري اوف ذا هيت اكسشينجر از ات ا كونستانت افريج تمبريتشر. نحن نعلم ان المعدات التي يدخلها ستريمز عند حرارات مختلفه لابد وان يكون الباوندري تمبريتشر از نوت يونيفورم تمبريتشر، وهذا تحدثنا عنه في المساله او في الفيديو ما قبل الماضي، وبالتالي نضطر ان احنا نوسع السيستم إلى an extended system يصل إلى وين يا شباب؟ يصل إلى immediate surrounding حسب ما يذكرون شينجل وموران، يعني تتزحزح يمين ويسار لحد ما توصل إلى T surrounding اللي هي 293، حتصير إيش؟ constant.
ونقول apply entropy balance over an extended system. أهو هذا هو extended system بحيث أنه نصل إلى T surrounding, و T surrounding هنا ستكون الآن ثابتة uniform all over the control service أو new control service هذا اللي حتكون 293, وبالتالي أقدر أطلعها برا علامة التكامل. ولكن هذا يجعل السيجما هنا أو معدل السيجما rate of entropy production لازم تحط تحتها ولدي كلمة total, بما يعني أنك تعلم أن سيجما الآن تمثل الانتروبي جنريشن التي تولدت داخل المعدة حقتك داخل المكسكن تشيبر, بالإضافة إلى الانتروبي جنريشن التي تولدت ضمن الاميديت سراوندينج هنا. فعلى بركة الله أهو طلعنا تي سراوندينج برا, كما أن دلتا كيو دوت أصبحت كيو دوت, هنا سيجما دوت حطيناه سيجما دوت توتال. المداخل عندي مدخلين M.1S1 زائد M.2S2, عندي مخرج واحد اللي هو M.3S3. طبعا لازم استبدل M.3 بايش؟ بM.1 وM.2, كليهما معروفين. اعوض الان بهدوء بسم الله. لكن قبل ان اعوض بهدوء ايش سويت الان؟ ايوه نقلت الحدود هذه 1 2 3 4, نقلتهم الى اليسار, وبقي السيجما دوت توتال هنا اللي هو يبغاه, فاصبحت عندي ماينس ساين, وتغيرت الاشاره هنا وهنا, وهذه اصبحت بالبوزيتيف. هيمشي يا شباب انا وياكم نحوط بكل هدوء نشوف هل غلطنا ولا ما غلطنا. على بركه الله عندي الكيو دوت هنا بماينس 20 لانها اوتسايد وقدامها ماينس, فحتكون ببلس. ام دوت 1 ب 4.3 اهي معطاه 4.3, S1.2245 وين S1 اهي 0.2245 سليم. عندي ماينس M.2 اهي 0.489 في S2 7.28, هذه هي 7.28 جميل. M.3 حتساوي حاصل جمع M.1 و M.2 اهي, والبلس الساين قدامها, و S3 هنا 1.0756 حطيناها, سوي حسبتك تطلع 0.69 كيلو واط بير كالفن. وبما أنها موجبة فهذا يعني يعطي قدر من الثقة بأن الحل حقك سليم. أشوفكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.